الكل بيتابع على ساحل العلمين الجديدة ما تصنعه القوات البحرية المصرية وأيضا قوات المظلات في هذا العرض الجوي العلمين إير شو في هذا العرض الجوي العلمين إير شو 2023 زي ما حضراتكم شايفين. يشارك في هذا العرض الجوي فريق النجوم الفضية المصري التابع للقوات الجوية مع فريق الفرسان الإماراتي بمشاركة القوات البحرية وأيضا قوات المظلات ضمن فعاليات مهرجان العلمين 2023. أجواء استثنائية تعيشها مدينة العلمين الجديدة على مدار فعاليات مهرجان العلمين في نسخته الأولى.